بصوا بقى العيش ده جميل وظريف وصغنن كده ولطيف اهو، جبناه بس يكون نص سوا، ما يكونش من وشه معمول. احنا اتفقنا قبل كده، عملنا الحواوشي قبل كده، خلينا ايه يبقى شويه فيه مش مبيض، يعني نص سوا، مش عايزاه يبقى مستوي من فوق ناشف، خلاص عشان يبقى داخل طري ويطلع ايه لطيف. طيب هضيف انا بقى هنا على شويه اللي انا تبلتهم اوريدي للسجق قبل ما احطه جوه الهانك، هضيف عليهم كالاتي. هضيف عليهم من البصل الباودر، ادعم بقى الطعم شويه عشان دي حواوشي بقى محتاجه ايه شويه تطعيمه يعني. وادي الثوم، وعندي شويه من توابل الحواوشي، معلقه دي، لا هاخد الهريسه الله، وهحط عليها كمان رشه صغنونه كده من الكركم لو انتوا حابين، مش حابين خلاص قرفه. نص معلقه صغيره الكمون، نص معلقه صغيره، احيي بس البهارات بتاعتي. عندي بقى الطماطم مكعبات اهي، الفلفل الحار، الفلفل الرومي، خلاص. وادي دي رشه من البهارات، السبع بهارات، ورشه من جوزة الطيب. ما عملتش حاجه خالص غير كده، خلي دي هنا. هبدا بقى البس الجلافز واعجنهم بالظبط. كان فين الجلافزات اللي كانوا هنا محمد؟ خلصوا؟ طيب مش مشكله خلاص، خلينا وانا هغسل ايدي. خلاص هات، خلاص خلي هعملها كده بقى. بصوا اهو بالهريسه، باللحمه، بالطماطم المكعبات، بالفلفل الحامي كده. انا ممكن اديها تدويره في الكبه، بس انا هخلطهم الاول مع بعض كده. هي ان شاء الله مش محتاجه، لان اللحمه انا دورتها في الكبه اصلا لما جيت اعمل السجق، فانا مش محتاجه ده، انا عايزه برضو اخليها ليها قوام كده جوه الحواوشي. طيب في الحاله دي ممكن اضيف ايه يدي قوام للسجق؟ البرغل، ده اختياري. خلينا اصفيه هنا في الحوض. عندي شويه برغل منقوع هوري حضراتكم، هيبقى رائع. تمام بصوا كده شويه برغل نقعتهم شويه وهضيفهم، الله على الجمال، تدي بقى قوام وتمسك المكونات في بعض. مش قادره اقول لكم كمان هيبقى لها طعم حلو ازاي. برغل مفيد جدا، حاول ندخله في بعض الوصفات. كانت مدام كريمه حبيبتنا يعني كانت حابه برضو حاجات فيها داخلها البرغل، بس بصوا دي حاجات يعني مع وصفة السجق دي ولحمة السجق تدي قوام حلو جدا وطعم حلو قوي، ومش هتتحس على فكرة. أنا حطيت حوالي 3 معالق كبار مبلولين في مية، سبتهم لما اتنقعوا شوية حلوين وبعدين ضفتهم، خلاص مع توابلي مع حاجتي أنا كده إيه تمام جدا. نعمل بقى الحواوشي بتاعنا. خليني بقى أجيب كده إيه، هاتلي الصاج بعد إذنك يا محمد اللي عليه ورق الزبدة كده. هبعد بقى دي هنا كده، حطه هنا، هات منديل بس امسح لي دي. ايوه انا دهنت الصاج ده بزيت، ليه؟ عشان لما احط الرغيف ما يلزقش. انا مش عايزه ادهن على وش الرغيف حاجه، يا دوب حاجه بسيطه، مش عايزه اهريق يعني زيوت. فانا هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم واحط جوه الرغيف كده وابدا ابطط كده هنا. بصوا لازم تطلع سنه بره، والسجق ما بياخدش وقت اهي، واحط كده وبعدين نعمل تاني. حاضر يا فندم، والله تؤمر يا فندم، والله المخرج هقول ايه مالكش دعوه. طيب بيقول لي يعني لو سمحتي ممكن يعني تخلي اللحمه بس خفيفه عشان مش بحبه يعني ايه الحشوه مليانه كده، بس اللي حضرتك ما تعرفوش هو بيكش شويه، هو بيكش، فاحنا مش عايزين حضرتك يعني ايه تدور على الحاجه، وبرده لازم يبقى طالع بره كده سن. طيب خلينا نعمل تاني. وادي فكره لطيفه ان احنا نعمل حواوشي من السجق، نقلل شويه اهو عشان ايه نرضي جميع الاطراف. خلاص كده كده حط هنا، نعمل تاني. خلينا ناخد الامور ده، بسم الله الرحمن الرحيم. انت ما اتفتحتش، طيب بسم الله نفتح كده حته صغنونه من هنا كده، وبعدين نحط جواه الحشو اهو بالفلفل بقى والحركات. وادي شويه البرغل، وده اختياري، مش عايز يحط برغل يا جماعه ما يحطش، بس على فكره هي بتمسك الخلطه مش هتحسوا بيها قوي، معلقتين مش هتضر في حاجه. طيب نعمل تاني،
بنعمله رغيفين كمان، ده واحد كمان كده اهي، دول بس عشان ما يتحرقوش في الصاج. وبعدين ناخد ده وابدا بقى اكون كده الكوره، واخد من الكوره دي احشي هنا اهو اخر شويه كده ونعمل ده خلاص. هشيل بس ده، اسمحوا لي اشطف ايديا. بسم الله. وبعدين نبدا بقى نعمل ايه، وفي جلافزات هنا اهي بس انا اللي نسيتهم تقريبا. طيب هاخد بس فرشه صغنونه وابدا ادهن بيها وش العيش وادخله بقى الفرن. مفيش مشكله والشوايه شغاله مش هيجرى حاجه ابدا. وخليني احط نقطه زيت زيتون زي ما انا حطيت تحت في الاخر كده. خلاص مسحه خفيفه كده هيدخل ويطلع زي الفل ان شاء الله. وهي دي حواوشي اللي عملناه بالسجق. يعني كده افتح اقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله الطاجن قدامه مثلا 10 دقائق ولا حاجه. وهي دي الحواوشي كده، ونسيبها بقى ايه تستوي تبقى تمام. الفكره كلها ان احنا ممكن يعني ايه، هو جديد علينا شويه ان حد يعمل حواوشي بالسجق، بس والله الفكره لطيفه في النهايه.